تتعدد أدوات العمل السياسي لبرلمانات في النظم الديمقراطية، فلا يقتصر دور البرلمان على الجانب التشريعي فحسب، بل يمتد إلى أداء دور رقابي على أداء الحكومة. الدور الرقابي للبرلمان يبدأ من حيث يمارس دوره التشريعي، حيث يقوم بمناقشة التشريعات التي تقدمها الحكومة وتعديلها، وتحديد الصورة النهائية التي سيتم إقرارها أو حتى رفضها نهائياً. ويمتد هذا الدور الرقابي إلى طرح الأسئلة الملزمة للوزراء وتلقي بياناتهم حولها، وتقديم استجوابات وتشكيل لجان تقصي الحقائق في الأحداث المختلفة، نهاية إلى سحب الثقة من الحكومة أو من المسؤول التنفيذي. كما يحق للبرلمان أن يعقد جلسات استماع مخصصة لجميع قيادات الجهاز التنفيذي من دون وزراء، وإلزامهم بتقديم إجابات عن التساؤلات التي تطرحها لجان الاستماع. وفي هذا الإطار مارس مجلس النواب المصري العديد من أدوات الرقابة، بدءا بمناقشة الميزانية العامة وإدخال تعديلات على مخصصات الأبواب المختلفة، مرورا بالعمل على المطالبات بتعديل القرارات الإدارية في تحديد أسعار المحاصيل والتدخل لإعادة مناقشة الكثير من القوانين واللوائح التنفيذية، مثل قانون المصالحات لمخلفات البناء الذي تدخل فيه البرلمان بتعديلات جديدة على لائحته التنفيذية لضمان توسيع نطاق استفادة المواطنين. وشهدت أروقة مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالي مناقشات لبيانات عاجلة لأداء عدد من الوزارات في الأزمات المختلفة، مثل أزمة السيول وأزمة نقص الأطباء، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 100 طلب إحاطة للوزراء. كما اقترنت طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تقدم بها نواب البرلمان المصري باقتراحات عاجلة لحل الأزمات التي يتعرض لها المواطنون في عدة مستويات اجتماعية. أهلا بكم مجددا إلى أولى فقراتنا الحوارية في حلقة الليلة، وهنأخذ حضراتكم مباشرة إلى كيف تبدو الصورة تحت قبة البرلمان المصري، كيف تبدو الحياة النيابية، وأهمية الدور الذي يلعبه البرلمان المصري أو مجلس النواب. طبعا احنا عارفين اسمه تغير في الدستور الأخير إلى مجلس النواب، وأصبح غرفة واحدة حتى هذه اللحظة. التقرير الذي تابعناه منذ قليل لعله قدم بعض النقاط يمكن البناء عليها مع ضيفنا الكريم الذي أدعوكم للترحيب به في هذه الفقرة المهمة، الأستاذ أحمد البطريق، الكاتب الصحفي بالأهرام المتخصص في الشؤون البرلمانية. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك. قبل أن ننطلق في قراءة بعض القضايا السياسية ودور البرلمان المصري فيها، لعله من المفيد نذكر مشاهدينا ونذكر الناس بموقع البرلمان أو السلطة التشريعية من السلطات الحاكمة في الدولة. يعني من المعروف أن البرلمان هو السلطة أو الجهة التشريعية اللي منوط بها إصدار التشريعات الخاصة بتظبيط الحياة العامة والحياة السياسية في البلاد، وهي أعلى سلطة تشريعية موجودة حاليا نظرا لعدم وجود مجلس شورى، واللي أعتقد إنه هو هيتم إقرار قانون خاص به في خلال الفترة القريبة القادمة إعمالا للتعديلات الدستورية الأخيرة. نعم. هذا المجلس إذا كنا بنقول إنه هو منوط بإصدار التشريعات والتعديلات التي قد يرى المجتمع ضرورة إدخالها على بعض القوانين الموجودة، إلا أن دوره الرقابي يعد هو الدور الأساسي في المجتمع من أجل إعمال سلطته الرقابية على كل مؤسسات الدولة دون استثناء. على كل مؤسسات الدولة؟ أيوة، دون استثناء، بغض النظر طبعا عن مؤسسة الرئاسة، يعني بتبقى بعيدة عن المسألة دي لأن ليها إطار خاص بيحكمها. هذا البرلمان، لكن البرلمان من حقه أنه يراجع أيضا مؤسسة الرئاسة أو يحاسبها أو يسائلها؟ لا 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 يحاسبها. لا يحاسبها، لا، البرلمان يحاسب الحكومة ممثلة في رئيس الحكومة وفي الوزارات وفي الهيئات العامة في الدولة في مختلف توجهاتها.
البرلمان المصري حاليا بيعد المناط الأخير للمواطن للدفاع عن حقوقه. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة الماضية تراجع دور البرلمان المصري بشدة. تراجع دور البرلمان المصري؟ المصري بشدة في الشارع السياسي، ولم يعد يشعر المواطن العادي بدور هذا المجلس المهم. وكان طب انت كده حضرتك تاخدنا مباشره الى يعني المنطقه اللي فيها كثير من اسئله ربما قد تبدو شائكه، ولكن قبل ما نوصل لهذه النقطه للغايه في الاهميه، حضرتك اوضحت انه البرلمان هو السلطه التي تراقب تقريبا كل اجهزه الدوله طبعا او كل سلطات الدوله، لكن من يراقب البرلمان؟ البرلمان هو السيد نفسه، لانه هو البرلمان منتخب من جموع المواطنين، من جموع الشعب. واخد بال حضرتك؟ فهو بيراقب السلطه التنفيذيه، بيراقب الحكومه، بيراقب الهيئات. كل هذه المسائل تخضع لرقابه البرلمان. البرلمان مين بقى اللي بيراقبه؟ هو اللي بيراقب نفسه. ام انه ربما الاعلام زي ما حضرتك من شويه انتقدته، فهل ممكن يكون الاعلام هو بيلعب دور رقيب عليه؟ الاعلام موجه. الاعلام موجه وليس مثلما يقال رقيبا على سلطة بعينها. يعني بيوجه إلى بعض الـ 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 السلبيات، بيشيد ببعض الإيجابيات التي قد تحدث من هنا أو هناك. البرلمان المواطن بينشد منه حاجات كثيرة جدا وبيبني عليه أمال عريضة. وللأسف الشديد احنا في الفترة اللي فاتت زي ما قلت لك كل نواب البرلمان اتظلموا. الحاليين؟ الحاليين طبعا اتظلموا ظلم بين. طب ازاي يستقيم حضرتك بتقول ان دوره تراجع والنواب اتظلموا؟ تخيلت ان حضرتك بتنتقد اداء عمل النواب. لا 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 انا لا انتقد اداء عمل النواب، انا بقول لك النواب اتظلموا. اتظلم ليه بقى؟ لان حينما تم تحجيم دور البرلمان فقدت النواب نقول ايه الاضواء بتاعتهم في دوائرهم، لدرجه ان غالبيه هؤلاء النواب لو استمر البرلمان على شكله وعلى وضعه الحالي لن يعود نائب واحد الى برلمان مره اخرى. طب ارجوك وضح لنا كيف حجم دور البرلمان. مش حجم هذا البرلمان. هذا شويه قلت انه البرلمان دوره تحجم. تراجع او تراجع. تراجع. هذا التراجع ناتج على أو ناتج من عدم تصديه للعديد من القضايا بشكل واضح، واقتصاره على استخدام بعض الأدوات الرقابية دون الأخرى. يعني على سبيل المثال، وإيه اللي يمنع البرلمان أنه يشتبك مع القضايا دي؟ ما على سبيل المثال هذا البرلمان لم يناقش استجواب واحد ضد الحكومة. استجواب واحد. إيه اللي يمنعه؟ رئيس المجلس وهيئة المكتب هي اللي بتقرر المجلس يناقش استجواب او ما يناقش. واخد بال حضرتك؟ طيب ايه ادوات الرقابه اللي موجوده داخل المجلس دي؟ عباره عن ايه؟ العديد من ادوات الرقابه تم استخدامها على استحياء. يعني على سبيل المثال في عندنا البيان العاجل والسؤال وطلب الاحاطه ولجنه تقصي الحقائق ولجنه التوجيه والمراقبه، و نوصل للاستجواب. الاستجواب وهو قمة الهرم الرقابي الذي قد يسفر عن إقالة حكومة أو استبعاد وزير. طب هنا علشان برضو وجهة النظر الأخرى التي قد تبدو مطروحة في هذا السياق، حد ممكن أقول لك أنه البرلمان ليس بحاجة لاستجواب لأنه ربما في حالة من حالات الانسجام أو التفاهم ما بين الحكومة والبرلمان. هل ومين قال لك كده؟ هل هذا يبدو مقبولا؟ ومين مين يقول كده؟ مين يقول كده؟ طب والاستجوابات اللي تم تقديمها والاستجوابات اللي تم تقديمها على مدار الاربع دورات الماضيه ولم ينظر فيها؟ طب مين يقول كده؟ يعني طب ما قدمت استجوابات ولم تدرج على جدول الاعمال. ما دي برضو قضيه يعني طب ما انت حضرتك من شويه بتقول البرلمان سيد نفسه، سيد قراره كما كان يقال قديما. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، في خلال الفترة اللي فاتت بمعنى انه اذا اراد هيفعل او يعمل. في خلال الفترة اللي فاتت فسر البعض فسر البعض
أن انسجام البرلمان مع الحكومة وعدم مساءلتها بشكل حقيقي ربما يخدم المصالح العليا للوطن في فترة اللي فاتت، وإن احنا مش عاوزين نعمل عملية احتقان في المجتمع. البعض كان بيفسر الإجراء ده على هذا الشكل. من يومين تحديدا سيادة الرئيس تكلم في خلال الاحتفالية الخاصة بافتتاح مصنع الغازات الطبية، ووجه بضرورة إعمال الأدوات الرقابية بشكل عادل داخل البرلمان. يجب أن يكون له دور في التصدي لكافة المشكلات التي ظهرت في المجتمع. ما تبقاش القضية عندنا متروكة للسوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا هي اللي بتمثل الرقابة، ما ينفعش الكلام ده. وبعدين إذا كان سيادة الرئيس أشار إلى أهمية دور البرلمان وأهمية أن يكون هناك استجوابات للحكومة، قال للحكومة أيضا يعني ما تخافوش، يعني مش إحنا ما بنسلطش الناس عليكم يعني. بس في نفس الوقت ادى توجيهات صريحه وعلنيه للسيد النائب العام. وانا بارى ان توجيه للسيد النائب العام باعمال دوره رقابي باعتباره حامي الوطن والمدافع عن المواطنين، اسف، مدافع عن المواطنين والباحث عن حقوقهم، هذا الدور قد يحجم من دور البرلمان. ازاي؟ لان انا حبيت ان انا اقدم سؤال او طلب احاطه او استجواب حوالين قضيه معينه، وهذه القضيه تم ابلاغ النائب العام بيها وتم فتح التحقيق فيها. يمتنع على المجلس ان يناقش هذه القضيه ما دام دخلت في سلطه القضاء واخد بال حضرتك؟ فدي يعني ده يعني لائحيا عرف ضمني ولا لائحه المجلس تنص على ذلك؟ لائحيا حتى وان كانت قضيه تشغل الراي العام طبعا لان دخل القضاء فيها، لما نستنى القضاء يعمل ايه؟ واخد بال حضرتك؟ بس هو المنطق يا استاذ احمد انه مجلس الشعب يسبق القضاء، بمعنى انه يتحرى ويبحث ويناقش ثم يقدم ما خلص ليه من نتائج او امور او بعض الاشكاليات للقضاء. مش ده المنطق؟ بالتأكيد، ولكن في إجراء تاني كان عندنا المشكلة اللي هي بتاعت أزمة صوامع الغلال، كانت حاجة شبيهة بحاجة زي كده، النواب بحركوا، لو حضرتك تتذكر هذه المسألة. أيوة. ولكن في اتجاه آخر، يعني مثلا محامي أو مواطن بيقدم بلاغ حقيقي حول شائعة معينة موجودة انتشرت على السوشيال ميديا للنائب العام، فالنائب العام بيفتح التحقيق شوف الدنيا دي فيها ايه، وبيستدعي المسؤولين عن الجهات اللي صدرت بشأنهم الشائعة وبيعمل تحقيقاته فيها. إذا ما ثبت قصور ما بيحوله للمحكمة، واخد بال حضرتك؟ في هذه الحالة بيمتنع على المجلس ان هو يعمل لا طلب احاطه ولا سؤال ولا استجواب. طب انا خلينا استخدم نفس توصيف حضرتك وصحح لي، يعني حضرتك قلت ان دور المجلس تراجع بشكل او باخر، هل هنا دور النائب العام هيملا فراغ الذي سببه تراجع دور مجلس النواب؟ لا 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 لا، ما احنا قلنا ان الـ 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 التوجيه اللي منحه السيد الرئيس للبرلمان سوف يجعل من النواب جاهزين او منطلقين الى ابعد الحدود، ولذلك ايوه بس أنا وكانه يعني كان حضرتك بتقول ان النواب او مجلس النواب مستني رئيس الجمهوريه يقول لهم اعملوا الحاجه دي. لا، المجلس هيئه المكتب هي اللي كانت محجمه هذا المجلس. ده على مسؤوليه حضرتك طبعا. هيئه المكتب هي اللي كانت منعت مناقشه استجواب واحد على مدار 4 سنوات، عملية لا تستقيم الحياة الديمقراطية في مصر. عشان كده حضرتك قلت ان النواب مظلومين. طبعا
النواب دلوقتي ما فيش حد يعرف عنه حاجة. طب والنواب ما لهمش أي قناة تانية وأدوات تانية يعني؟ أسئلة وطلبات إحاطة. لا أنا قصدي أدوات تحرك الاستجواب بعيدا عن هيئة المجلس. لا 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 واخد بال حضرتك، سلطة رئيس المجلس سلطة كبيرة جدا وفقا للائحة المجلس، واخد بال حضرتك. فبالتالي في خلال الدور الانعقادي الحالي أعتقد أن الحكومة الحالية سوف ستنهال عليها الاستجوابات؟ سوف تواجه موقف صعب للغاية. ليه بقى؟ النواب موجودين أو ممكن تقول عليهم محبوسين في أم لمدة 4 سنين. وفجأة هذه الغرفة سوف تنفتح وسوف تنفجر الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة بشكل جدي ولا لأن تعرف حاجة بنقترب من انتخابات مجلس النواب طبعا. فهل ممكن دي تكون فرصة للمزايدة على الحكومة يعني؟ هو هتبقى في حاجات زي كده كتير، هتبقى في حاجات زي ما احنا مش عايزين كده، احنا عايزين حاجات جدية. ما احنا ده اللي هيفصل فيها بقى هيئة المكتب اللي حضرتك انتقدتها من شوية. اللي انا انتقدتها اللي هي كانت بتمنع، كانت بتمنع. دلوقتي هيبقى منوط بيها ايه؟ انها تقول ان هذا الاستجواب جدي وهذا الاستجواب غير جدي. واخد بال حضرتك؟ ممكن انها تمنع استجواب جدي ولكنه بيشكل خطر على مصلحه البلد. واخد بال حضرتك؟ يعني في تمنع استجواب جدي ولكن مناقشته يمثل خطر على مصلحه البلد. على مصلحه البلد. واخد بال حضرتك؟ هل في مثال حضر في ذهن حضرتك؟ لا يعني هو على حسب ما سوف يتم تقديمه من استجوابات. واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا نقول ايه؟ ان كان من المفترض ان يكون في استجواب مثلا على حادث القطار الاخير مثلا، يعني كوبسيار اللي تسبب في موت الواحد واصابه الثاني. ده كان ممكن يستحق استجواب. مين اللي اتساءل فيه؟ اتساءل عنه وزير النقل ورئيس هيئه السكه الحديد. واخد بال حضرتك؟ طيب يتقال فيه ايه؟ يتقال فيه ان عدم تاهيل القائمين على التعامل مع الجمهور داخل القطارات تسبب في هذه المساله، وبدل خساره 20 جنيه ولا 50 جنيه أصبحت الدولة مطالبة دلوقتي ممثلة في هيئة السكة الحديد ووزارة النقل أو وزارة المالية أو الخزانة التبعية الخزانة العامة للدولة إنها تسدد ما يفوق 40 مليون جنيه. واخد بال حضرتك؟ ناهيك عن حياة إنسان وحياة إنسان. دي أنا بديها لك، أنا بديها لك أنا إيه حاجات بسيطة يعني. فدي دي دي مسائل لو طرحت في شكل استجواب كان هيقبل. واخد بال حضرتك؟ ويسأل الوزير ويتساءل رئيس الهيئة عن الأخطاء اللي تمت دي. ممكن على سبيل المثال برضو وليس الحظ، انت حضرتك بتتخيل يعني او بتفرض عشان بس المشاهدين ما تخيلوش انه ده كان فيه استجواب ومنع يعني. حضرتك بتقول انه احيانا تقتضي الضرورة حجب استجواب رغم اهميته، لكن ممكن يكون ليه اثار سلبية كثيرة يعني. واخد بال حضرتك؟ طب ايه بقى الاستجواب اللي ممكن ان هو يحجب مثلا؟ يعني لو انا جيت قدمت استجواب مثلا عن سد النهضه، وصد النهضه في مناقشات فوق الترابيزه وفي مناقشات من تحت الترابيزه. تحت الترابيزه بمعنى انه ممكن يكون في حاجات مش معلنه طبعا. واخد بال؟ في حاجات سياسيه وحاجات خطيره وفي حاجات عسكريه وفي، فما ينفعش مثلا ان انا اقول ان انا هعمل استجواب عن مشكله سد النهضه، ما ينفعش. واخد بال حضرتك؟ ودي قضيه. طيب يعني هي الهيئه المكتب هيبقى منوط بيها انها تحدد. انت طبعا حضرتك راجل برلماني قديم، وطبعا طالما توفر عندك اخبار انه الاستجوابات ستاتي تباعا في المرحله القادمه، فاعتقد انه اكيد عندك اخبار اكيده في هذه المساله، يعني انه يعني الاستجوابات ستاتي للحكومه في الفتره القادمه بشكل اكثر من ذي قبل. لكن حضرتك خدتنا المربع ربما يكون مرتبط بمساله الشفافيه او عرض ما يجري تحت قبه البرلمان بالنسبه للناس.
هل برضو اعتبارات أو بعض المعطيات اللي الدولة بتعيشها في الظروف التي لا تخفى على أحد في السنوات الأخيرة هي يعني منعت شوية أو قللت شوية من فكرة متابعة كل ما يجري تحت القبة بشكل مباشر كما كنا نتابعه في سنوات سابقة؟ ممكن ممكن. طب حضرتك شايف الطرح ده مقبول؟ يعني هو مقبول لأنه مقبول في خلال الفترة اللي فاتت على فترات كده متفاوتة كان متفاوتة كان بيعلو الصوت أنه القناة الخاصة بنقل جلسات مجلس الشعب على الهواء مباشرة الناس كانت بتطالب بيها. يعني احنا بنقول ايه؟ بنقول ان المجلس بنوابه تحديدا اتظلم في خلال الفترة اللي فاتت الاربع سنوات تم تحجيمهم وده تسبب في ان الشائعات كثرت في السوشيال ميديا. ما فيش حد بيرد من داخل المجلس، ما فيش لجان بيتم تشكيلها وبتدرس الشائعة دي وتعرف مصدرها ايه وتعرف ترد عليها ازاي وتجيب المسؤولين ويعلن الامر ده. كل المسائل دي كانت ممكن انها تحجم الشائعات لو المجلس مصحصح وفاهم وبالدنيا ماشية ازاي. انما احنا سيبنا المسألة دلوقتي ان السوشيال ميديا تولت مسألة يعني ممكن نقول عليها ايه، مش معارضة، ده اضرار بالمجتمع. بدأت تضر بالمجتمع ضرر بالغ وبدأت تؤثر في عقلية البسطاء. بس حضرتك اشرت انه نقطة البداية بتكون عند الدولة او عند الحكومة او الجهات المعنية، بمعنى انها بمعنى انها ما قطعتش الطريق على الحاجة دي. لا، ما انا مش عاوز ان انا اسمع الاشاعة ويطلع الوزير يقول لي لا ما حصلش. فخد بال حضرتك الكلام بتاعك، انت لو حلفت لي على مصحف مش هصدقك. انا عاوز لجنة برلمانية تطلع تدرس المسألة دي وتناقش كل المسؤولين وتستمع الى المسؤول الكبير وتطلع تعمل لي تقرير يتم عرضه على رأي العام، شارك فيه النواب وشارك فيه المسؤولين الكبار. احنا ليه مش عاوزين نطبق نفس تجربة مشكلة القمح؟ طب ما هاللجان، لجان تقصي الحقائق، هي اللي كشفت بلاوي كتير جدا. كانت العملية ممكن انها تقتصر على اشاعات جاية على السوشيال ميديا. نعم. طب البرلمان ساهم بشكل او باخر في فتح القضية دي وفتح الفساد الرهيب. واخد بال حضرتك اللجان البرلمانيه اللي نزلت لفت كل الصوامع واصطحبت معاها كل المتخصصين والناس استحسنت فعلا تواجدها بالشكل طبعاً. ده جدا. وعلى فكره في الفتره دي كان في مساحه من مساحات الثقه بدات تبنى ما بين الناس ومجلس النواب. واخد بال حضرتك. طب انت دلوقتي عملت كام لجنه تقصي حقائق تانيه متعلقه بمشاكل عده، بالمشاكل العديده اللي حصلت وبالشائعات اللي حصلت، واكتفيت بالرد الحكومي؟ انت اكتفيت بالرد الحكومي، انت ما دخلتش ناقش. طب هي فكره ربما تذكرتها وممكن نطرحها برضو في الحوار الثاني. سياده اللواء طارق المهدي فتره توليه المسؤوليه عن مسبيرو لانه هو صاحب الحق الاصيل في الفكره دي، ما اعرفش اذا كان طرحها على الملأ ولا لا، بس كان بيناشد او بيطلب فكره نعمل قناه اسمها المصدر، انه اي حدث او اي شائعه نتجه مباشره للمسؤول ينفي يثبت يؤكد. هل ممكن تكون المرحله دي بتتطلب شيء ما يشبه ذلك، وسيله اعلاميه بهذا الشكل يعني؟ لا، وسيله اعلاميه وفقا للتوجيهات اللي طرحت من السيد الرئيس تبقى من خلال المجلس ما يصل اليه من نتائج وتحقيقات. لان حضرتك ما انتش متخيل لجنة تقصي حقائق دي بتعمل ايه؟ دي بتغربل المشكلة وبتبين. ممكن حد يداري، واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو جينا اتكلمنا في قضية مثلا يعني والسوشيال ميديا اتكلمت عنها انهيار بعض الطرق نتيجة الأمطار،
واخد بال حضرتك؟ الوزارة طلعت قالت ايه؟ قالت ان الطرق انهارت نتيجة ان الامطار كانت بكميات كبيرة والحاجات دي كلها. كلام علمي ومنطقي. طب لو النواب طلعوا ومعاهم متخصصين، ده هياخدوا بقى متخصصين في الطرق، هياخدوا متخصصين في الطرق تمام وفي الارصاد الجويه. تقصد انه في حقائق جديده هتتكشف؟ بالتاكيد. واخد بالك، مش هنشوف الموضوع بس بزاويه الحكومه او بعيون الوزاره. لا 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 لا، هيبقى في حاجات تانية. ممكن يكون قصور في تنفيذ الطريق من قبل الشركات المنفذه ليه. مقاول ما عندوش ضمير، وده وارد. ما حطش الخلطه المطلوبه في الطريق، ما تمش عمليه الدك المطلوبه، ما تمش بناء حوائط حوالين الطريق. كل المسائل دي مين اللي هيقولها؟ لجنه. واخد بال حضرتك؟ وزارك الناس كان بيقول لك ايه؟ نزلوا اللجان، شكلوا اللجان، تنزل وتبص وتشوف. واخد بال حضرتك؟ القضيه قضيه. ما هو مره ثانيه يعني، اذا كان الامر هم في انتظار اشاره السيد رئيس الجمهوريه انه ده يحصل، فده طبعا شيء امام علامات استفهام وعلامات تعجب كثيره يعني. يعني هو انا دلوقتي لما ابقى رئيس الدوله وشايف ان دور البرلمان يعني مش عاجبني، ما ينفعش ان انا اقول كده؟ لا لا، ما انا بقولش ما ينفع، ما فعلا انا بتكلم على طبيعه عملهم هم. اقول يا جماعه اتحركوا. هل هو منتظر انه حد يقول له اعمل استجواب او انزل اعمل لجنه؟ ما هو من الواجب على المجلس، ما انا قلت لحضرتك من البدايه. انت انتقدت بشكل واضح وصريح ان المجلس كان متبطط. هتقول لي من مين؟ اقول لك هيئه المكتب. النواب عاوزه تتحرك، مفيش حد عارف ايه. طيب احنا على الاقل في الفتره القادمه طبقا لبعض الاشارات اللي حضرتك فهمناها من حوارك او حديثك، انه ان شاء الله المرحله الجايه هيكون في اكثر من اداه برلمانيه هتفعل، من ضمنها استجوابات للحكومه. بالتاكيد. بالتاكيد. والا ان الـ 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 العمليه هتستمر على كده. النواب نفسهم متشوقين الى ان يكون ليهم دور امام الراي العام. ده داخلين انتخابات بعد 6 شهور. يعني ما ينفع، يعني هيخش انتخابات يقول انا عملت ايه؟ محدش هيدفع عنه حاجه، محدش سمع عنه حاجه. احنا زمان كنا نسمع عن النواب اتشهروا وتعرفوا. النواب اتشهرت وتعرفت من خلال مواقفها داخل المجلس ومن خلال نشاطها. الحديث معك دايما رائع استاذ احمد، وخصوصا كل ما يتعلق بالبرلمان، واحييك برضو على جرأتك في الطرح وموضوعيتك في النقد. لكن احنا مضطرين، احنا تجاوزنا ميعاد موجز الانباء بحوالي 2 دقيقة، فمعذره ان احنا بننهي الحوار معك الان، لكن ان شاء الله نلتقيك مره ثانيه يكون في الاستجوابات دي حصلت ونستضيفك نتحدث عن هذه الاستجوابات التي ستنهال على الحكومه طبقا لتوقعات حضرتك. الاستاذ احمد البطريق الكاتب الصحفي بالاهرام المتخصص في الشؤون البرلمانيه، شكرا جزيلا لك. أهلا. نعتذر مشاهدينا ان احنا اخرناكم عن موجز الانباء حوالي 2 دقيقة، مباشره الى زميل اشرف عبد العاطي ونظره موجزه على تطورات الاحداث.